أنا يوم من الأيام أحكي قصة. تفضل. كنت أعمل في شركة قبل أن أؤسس مؤسستي. كنت أعمل وكان مديري لا يريدني لأنه كان يعتقد أني سأحل محله. فيوم من الأيام جاب لي عمل وقال لي هذا لازم يقدم بكرة صباحا، مهمة، كلفني بمهمة وقال يجب أن تنجزها قبل الصباح. وكانت الساعة 8 مساء. ماذا عملت؟ سكرت الباب علي في المكتب وسهرت كل الليل وأنجزت المهمة. عندما جاء المدير إلي صباحا قلت له أنا حسب أوامرك هذا الملف جاهز. قال لي ما تضيع لي وقتي، حط الملف على جنب. ليستفزني كي لا أعمل. هل نجح؟ أبدا. تأكدت وقتها أنني أنا قمت بالشيء الصحيح وأديته، وما بهمني ماذا عمل ولماذا عمل. هذه النظرة التي تجعل من الإنسان إنسانا قراره لنفسه وليس للغير.